امكانيات امجد عبده وربما زيد ملت من يلعب الكره عبده ربما يسجل الشباب الهدف الثاني وبالتالي كره من خطه والكره من العمق. الله كبير ونجم النجوم وصانع الأمجاد مع الشباب يسجل الهدف الثاني من كرة ثابتة. يا عبدو يا الله يا عبدو حطها في الزاوية البعيدة على الخجل وبالتالي هدف ثاني شبابي. الشباب ناويها اليوم وناوي أن يرد الخسارة. عبدو يسجل هدف الثاني بطريقة ممتازة.